السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل اليوم درسنا الذي بدأناه سابقا وقصتنا الجميلة التي كان عنوانها الثلج. طبعا قرأنا النص، أتمنى منكم أيضا أن تتدربوا على قراءته جيدا. رأينا كيف أنه في نهاية القصة اتحد ماء الثلج وماء النهر وأصبح أو تحول كل ما حولهما من الأراضي إلى ربيع مزهر. أيضا تعرفنا إلى المفردات التي كانت جديدة في هذه القصة، وهي ترشف تشرب قليلا، هائما على وجهه تائها، زفرت تنفست بحرارة، وتأوهت ضفتيه جانبيه. نريد أن نقارن الآن بين موقف الثلج من النهر في بداية القصة وموقف النهر من الثلج في نهاية القصة. رأينا كيف أن الثلج في بداية القصة رفض التعاون مع النهر ورفض أن يقدم له المعونة والماء، وكيف أن النهر احتضنه في نهاية القصة وقدم له المساعدة. إذن الثلج في بداية القصة كان مغرورا ومتكبرا، رفض مساعدة النهر، بينما النهر في نهاية القصة كان طيبا متسامحا، احتضن الثلج ورحب به وضمه إليه. الآن أنا فوق الجميع، على ما تدل هذه الجملة التي قالها الثلج؟ هل تدل على الثقة أم التكبر أم الطول أم الشموخ؟ ممتاز، إنها تدل على التكبر. وزفرت زفرة حارة، على ما تدل هذه العبارة؟ على الحزن أم الحرارة أم الغضب أم الغرور؟ كيف كانت حال الشمس؟ كانت غاضبة، إذن على الغضب. استمر الثلج يسيل قطرات تتبعها قطرات كأنها دموع غزيرة، على ما يدل ذلك؟ على فرح هذا الثلج أم غروره أم جماله أم ندمه؟ لا بد، من الذي يذرف الدموع؟ من يندم على عمله؟ إذن هو يدل على ندم الثلج. شبه الكاتب الثلج بالإنسان فقال هائما على وجهه، على ما يدل هذا التشبيه؟ على الضياع، الأمان، السرعة، القوة. لا بد أنه يدل على الضياع، أحسنتم. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط؟ ما رأيك في هذه العبارة وما علاقتها بالقصة؟ ما رأيكم؟ الإنسان الأناني الذي لا يفكر بالآخرين، لا يقدم لهم المساعدة، هل يستحق الحياة؟ نعم، إذن هذه العبارة صحيحة وهي تناسب قصتنا. فالثلج عاش لنفسه ولم يقدم المساعدة للآخرين، فكانت نتيجته أو نهايته الضياع، واحتاج إلى من حوله لكي يستمر وجوده. الآن نريد أن نصل كل شخصية في القصة بالرمز الذي تمثله أو تعبر عنه. الثلج، ما الرمز الذي ترمز إليه شخصية الثلج؟ التعاون، نتيجة التعاون، أم العقاب، أم الكرم، أم الأمومة، أم الغرور؟ نعم، إنه يعبر عن الغرور. والنهر، عن ماذا يعبر؟ عن الكرم، نعم. بينما الشمس، العقاب، أحسنتم. والربيع، نتيجة التعاون بين الثلج والنهر. الربوة تعبر عن الأمومة، فهي تسعى لتسقي بذورها الصغيرة. جمع الكاتب بين الحقيقة والخيال في نسج أحداث القصة، بين ذلك في الجدول التالي. ما هي الأمور الحقيقية التي جرت؟ لاحظنا كيف أنه عرفنا على أن الثلج عندما يذوب يتحول مثلا إلى الماء، ليس كذلك؟ الربوة أيضا في أحشائها يكون بذور تحتاج إلى الماء لتنمو، إذن هذه كلها حقائق اعتمد عليها الكاتب واختارها من الطبيعة، سطوع الشمس مثلا، ذوبان الثلج أو الجليد، وأيضا جريان الماء. أما الخيال الذي تحدث عنه وعبر عنه عندما جعل هذه الأشياء الغير ناطقة تنطق وتتكلم، فالثلج والربوة والشمس تكلمت، أيضا لها صفات مثل صفات الإنسان، غرور الثلج وطيبة النهر وأمومة الربوة إلى آخره، كلها هذه من نسج الخيال. شكرا لكم أحبتي، إلى اللقاء.